المره دي بتاعنا مش تايلاندي بس احنا هنعمل بيف ستير فراي بالاويستر صوص. هي وصفه سهله جدا، سريعه، صحيه، واحلى حاجه كمان فيها ان احنا هنستعمل طبعا بيف وشويه خضار فلفل اكشلي اصفر واخضر واحمر، بس ممكن تستبدلي كل المكونات دي بحاجات تانية، فراخ، سمك، ممكن تستعملي خضار لو ما بتحبيش الفلفل تحطي بروكلي، اسبارجس، اي حاجه من الحاجات دي. بس احنا هنعملها بيف. تعال نقول مكونات الاول بتاعتنا. احنا هنعمل تاي فود صح كده؟ بيف ستير فراي اوستر صوص هو مينلي تاي. اوكي. عندنا طبعا لحمه، دي لحمه متقطعه ستروجانوف ستريبس رفيعه. ممكن تقطعيها باي طريقه عايزه، ممكن تجيب حته ستيك وتقطعيها، بس يفضل شرايح رفيعه. شرايح رفيعه عشان الستير فراي يعرف يسويه بسرعه. اوكي. عشان لو عملناها تخينه هتقعد على النار كتير قبل ما تستوي. وعندنا فلفل اخضر وفلفل اصفر وفلفل احمر وفي جنزبيل وتوم وطبعا الاويستر صوص نفسه وفي صوي صوص وزيت زيتون هنستعمله للستير فراي نفسه. اوكي. فاول حاجه نعملها نحط اللحمه في البول هنا. طيب عجبني قوي ان في زميل. زميل هو اللي وهنحط ومش اي زميل كمان. هي فصين توم بس انا بحب التوم فانا هحط اكتر من فصين عموما. طيب اوكي. واحد تاني. طيب ودي هوايه ولا بعد الظهر ولا يعني الطبيخ؟ ما هو عندي يعني حل من حلين. اتفضل. يا اطبخ يا جوع. يا جوع. اوكي. فكان الحل الانسب ان انا اطبخ طبعا. واتعلمت يعني انت اتعلمت؟ طبعا. واحد بيفتح يوتيوب، بيسال مامته، بيكلم جدته، يقول لها ازاي اعمل كشك، حاجات كده. وبتعمل كشك؟ ما جربتش اعمل كشك لحد دلوقتي الصراحه. بتكسر ايه؟ ده جنزبيل. طيب اوكي. احنا على فكره انا جايبه لك جنزبيل مبشور. ما في بس انا بحب اتعب نفسي يعني. اوكي. ايه ده؟ ممكن طبعا نستعمل كده، ممكن نحط طبعا الجنزبيل الاوريدي مبشور عندنا هنا. زي ما قلت انا بحب التوم. اوكي. هتحط توم اكتر؟ حط توم شويه. إيه ده صويا صوص. ماشي. حطش كتير قوي لان الصويا صوص صوديوم عالي فيه فبيبقى ملح عالي. سنه فلفل اسود ورشه ملح، مش كتير برضو الملح عشان الصويا صوص. انا مش بحبه قوي، خلي بالك. وانا برضو فخلاص هاكل دلوقتي فيعني هو ده اللي لسه جايبه. ده زيت سمسم. اوكي. معظم الاكل الاسيوي بيتحط فيه زيت سمسم، بيبقى ليه طعم معين. هندوق دلوقتي وهنشوف. هنشوف. بس مش كتير يعني، مثلا معلقه. ودي الحته بقى الحلوه، دي الحته اللي انا بحبها. الناس بتحب تقلب دايما بحاجه، احسن طريقه الواحد يستعمل بيها. اذا ميكي يا جماعه هو مش بس مذيع باللغه الانجليزيه، انه كمان بيطبخ بايده. هو طبعا تدليك الصوص دي كلها في اللحمه، اللحمه حلوه هي اللي بتفرق. اوكي. وسهل جدا طبعا، بس بعد كده لازم اغسل ايدي يعني. لو تسمحي لي. اتفضل. عايز اقول لكم ان انا يعني لما كنت بسمعه على الراديو كنت متخيله شكلا حاجه تانية خالص، موضوعا حاجة تانية خالص، لأن أنا كمان بناخد فكرة عن المذيعين خاصة اللي بيشتغلوا في المحطات الإذاعية الأجنبية إن هم عاملين كده طول الوقت، لكن حقيقي هو شخصية يعني متواضع جدا، شخصية متواضعة جدا، بيطبخ، عنده هوايات تانية. قعدت ترغي قبل ما أنت تغسل إيدك. بلعب مزيكا. بتلعب مزيكا؟ مزيكا. أوكي. بلعب من وأنا صغير جدا، بقالي 15 سنة دلوقتي بلعب مزيكا. واو. بتلعب ايه؟ بلعب جيتار. وبغني. وبتغني؟ طيب احنا هنكتشفك على الفقرات الثانيه. بس مش يعني غنى وطبيخ في نفس الوقت صعب شويه. أوكي. بس طيب اتفضل. ده زيت زيتون، ممكن تستعمل اي زيت، اي فيجيتابل اويل خالص، مش لازم حاجه، مش لازم زيت زيتون، ممكن حتى زيت عادي، ممكن زيت او زيت جوز الهند. اوكي. نسيبه يقدح، بس لازم يبقى سخن جدا. شفت ايه ده دي؟ لان الفكره في الستير فراي انه ينزل في الطاسه يتش على طول. بالظبط.
بالنسبه للرز اللي اتحرق على ال ده موضوع هو انت شمعي صح؟ يعني هو حاطط الرز والرز تقريبا هيتحرق بس انا حاطه على اوطى حاجه عشان احنا هنسيبه فعلا ان هو اوريدي مستوي وهطلع بقى اقول يعني ما بيعرفش يطبخ هيبقى شكله كويس الرز مستوي الرز مستوي احنا بس بنسخنه طيب اوكي ممكن حتى نشيله خالص من على النار شويه ليه ما تحطه على النار تمام على فكره ده مش الرز ده ايه ده مش الرز ده ايه خدع لا هو غالبا الطاسه بس اوكي نسيت اتفضل اودي ماشي انت عايز تسمعي الصوت ده بسمعه في بيتنا طول الوقت ايه بسمعه في بيتنا طول الوقت بجد لانه انا يعني امي حبيبتي هي اللي بتطبخ طول الوقت فهي طول الوقت اللي يعني واقفه في المطبخ وفي في الخلفيه طول الوقت وريحه التقليه طبعا في البيت ده احلى حاجه وضحكه الملوخيه السمنه والبصل والثوم مع بعض لا انا امي دايت شويه يعني امي برضو تحب دلوقتي اتجهت الى الاكل الصحي عشان يبقى الكوليسترول والسكر والحاجات دي وعشان انا ما اتخنش طبعا هي ابتدت تعمل حاجات احنا بنسيبه بقى ده ريحه الجنزبيل انت شمالي يا ريحه ليمون سنه كده ده ريحه تحفه كفته؟ ريحه كفته ريحته تحفه مش سامع من صوت ال ايه التحمير لا بص ما تقلقيش هو ده حسب طبعا السمك اللي قطعه لو قطع ارفع من كده هياخد وقت اقل من كده بس هو بيتساب مثلا على النار حوالي 5-6 دقائق ده اكل سريع جدا لحد ما تلاقي اللحمه طبعا ابتدت تستوي ريحتها تحفه ريحتها تحفه مش كفته تحفه ريحتها كفته ده معناه ان انت مش هتموت من جوع وبتطبخ نفسك كل يوم لا ساعات بطبخ للاسبوع ممكن اطبخ مثلا السبت اعمل اكل اللي هو بعد التمرين اعمل اكل لمده 5 ايام مثلا ايه ده انت اول راجل اشوفه في حياتي يقبل بالاكل البيت دايما اصحابي يقول لك لا 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 انا عندي في بيتي حاجات تنفع حاجات ما تنفعش كل يوم مش طازه في طازه انا لازم اكل طبعا تنفع تفضل بايته يعني في حاجات ما تنفعش تبات في حاجات بتتساب سايد ديشز مثلا ممكن تتحط في شويه في علب وتسيب في الفريزر وتطلعها يوم بيوم في حاجات ممكن تتعمل يوميها لو هعمل ستيك مثلا اكيد مش هعمل ستيك واسيبها في طبعا في تلاجه 5 ايام بتعمل محشي بقى ممكن بقى المره الجايه نعمل محشي ما تهزرش بتعمل محشي لا ما بعملش محشي بس ممكن اتعلمك لا مش للدرجه دي احنا خلينا في الاكل الانجليزي تبع المعطى الانجليزي بتاعتك وتمام احنا كده لا بس في حاجات يعني انا من حين لاخر طبعا انا عندي دلوقتي حاجات تعمل مسقعه ممكن اعمل مسقعه في حاجات طبعا ما بعملهاش انا مسقعه دي ان انا اكلها عاده يبقى فيها شويه دهون كتير عملت ايه وكلته عملت ايه وكلته حاجات كتير بعمل ستيكس كل انواعها سيبك بقى من ستيكس بقى كل برضو انواع الفراخ والسالمون اوكي سالمون ترياكي مثلا طبعا لازم يقولي سالمون ترياكي وستيك و يعني كده بعمل ان كده بعمل باميه باللحمه بالظبط كده خش معايا في البلد يعني دي قصه حقيقيه بعمل باميه باللحمه اوكي الحمد لله يا رب كباب حله كباب حله بس كباب حله ده يعني بيقعد مثلا ساعتين على النار طبعا انتوا عارفين انه ميكي هو تاني راجل يدخل المطبخ بتاعنا بعد تامر كان معانا في فام النسيم وقال لنا ايه السلطه بتاعت الديتوكس اللي احنا ناكلها وايه المشروب اللي احنا نشربه مع الفسيخ والرنجه ميكي لانه موجود هي وبس او في مطبخ هي وبس لانه طبعا انا هفهمك انا بعمل بشرح كده ليه لانه هو شخصيه كده غريبه كانت لازم تبقى موجوده معانا فيها وبس بشكل ما طبعا انا بشرح بقى للمشاهدات بتاعتنا القمر انت ليه موجود لان البرنامج اسمه هي وبس ده بسم الله الرحمن الرحيم ولانه يعني 99.7% احنا كل الضيوف بتاعتنا ضيفات عزيزات نمره 3 فقره بقى المطبخ تحديدا دي الطبخ للستات فعشان يبقى معانا راجل فيعني لازم يبقى سو فاهم انت
احنا ممكن هنا بقى نحط ايه الخضار. حط بقى زي ما قلت الخضار ده ممكن يبقى اي حاجه انت عايزاها، مش ضروري يبقى فلفل. انا بحب الفلفل لانه سهل جدا ومش محتاج يتطبخ بسرعه ويبقى في قرمشه، مش هنسيبه قوي في النار. ممكن بروكلي، ممكن جزر، ممكن جزر، ممكن بسله، ممكن اسبرجس، ممكن اي حاجه. اي نوع خضار بحبه. الرز ممكن يتاكل لوحده، الستر فراي ده ممكن يتاكل بالرز زي ما احنا قلنا، رز بني، بسمتي، كينوا ممكن برضه. طول عمري كنت بقولها كينوا، كنت عارف يعني ايه كينوا. ايه كينوا دي؟ مكتوب على صواب الانجليزي كينوا، كينوا مش مكتوبه كينوا، مكتوبه كينوا. انا بقولها بقى كينوا، بقعد يا جماعه ايه الكينوا دي؟ يقول لي ايه الكينوا دي؟ طلع اسمها كينوا. ايوه اسمها كينوا. اوكي، ممكن نحط. وانت بقى بتحط كده اديني كده مقدمه بالانجليزي كده زي ما بتتكلموا في البرنامج. مش انت قلت لي مفيش انجليزي؟ لا معلش، حته كده دلوقتي دلوقتي حته صغيره كده يعني كان احنا بالظبط بنسمعك في الراديو. هي وبس اسمها. هي وبس. بشوف بقى ممكن نقدمه ازاي. اتفضل. Welcome to her and her only. Yeah. And today on the show we're doing beef stir fry and oyster sauce. All right. We're using capsicums or bell peppers, green, yellow, and red. You can use any kind of vegetable you want in a stir fry. You can use any kind of protein. There's beef. You can use chicken. You can use shrimp, prawns, crab, if you want. Bravo. خريج إيه؟ خريج أنا خريج إيه؟ تجارة. تجارة. آه. What about the accent? والدي كان بيعمل ماجستير في أمريكا إحنا صغيرين. وخدنا معاه، فانا اتعلمت الانجليزي هناك. اوكي. كنتش بعرف اتكلم انجليزي قبلها، كان عندي اربع سنين. فالانجليزي اتعلمته هناك في امريكا. في امريكا هناك، ف الاكسنت ده لزق معايا غصب عني. طبعا هو اسمه ويستر فراي اند اويستر صوص، فلازم يحط اويستر صوص. ماشي. بنحطه في الاخر، انا ما بحبش اسويه في الاويستر صوص. يعني انا بحطه في الاخر خالص. انا اللي هاكل في الاخر، فيعني فاهم انت؟ مش قوي برضه، مش قوي. شويه صغيرين جدا. ماشي. حتى ما حطيتش كل الاويستر صوص اللي انا جايبه معايا. ماشي. انت جايبه معاك ولا اخده من المطبخ عندي؟ انا جايبه معايا. ايه ده بقى يا جماعه؟ ده صعب ساعات يتلاقى، بالذات اليومين دول في حاجات ما بتجيش. لو كنت قلت لي في المطبخ عندي موجود كل حاجه على فكره. عندكم اويستر صوص في البيت؟ عندنا طب في البيت. لا ايه بقى؟ لا عندنا هنا في المطبخ. بجد؟ هي وبس. ساعات بيبقى انت في سي بي سي سفره. ساعات بيبقى الموضوع انت في سي بي سي سفره. واحد ما يضمنش. تقول له اويستر صوص يقول لي مين؟ لا لا في سي بي سي سفره كل الاكلات كل الحاجات موجوده. اكيد طبعا. سيبوا دقيقتين. أوكي. بص على الرز. يا ريت عشان نبقى كل حاجه. والله ما تقلقيش، حتى بص النار ما هياش يعني مش جامده قوي، خفيفه جدا. انا بصي. ده ايه ده؟ اصلا ممكن نعليها شويه. يا ريت. عشان ايه؟ نسخنه سنه احسن. اوكي. ما تقلقيش وصول. وانت بتذيع كل يوم يا ميكي؟ بتذيع كل يوم؟ حد الخميس. وكل يوم تبقى في اوضه مقفوله وحاطط قدامك مايك والسماعات وكل ما هي محطه راديو كبيره، مش هينفع نقول هي ايه، بس هي كبيره. هي محطه راديو كلها هنا نفس الحاجه، اوضه مقفوله، واحد قاعد لوحده. بقالك قد ايه؟ انا بقالي دلوقتي نفس سنه كام؟ 2017. 8 سنين. 8 سنين؟ 8 سنين. طب وميكي ده التمام ولا يعني اسمك حقيقي ولا؟ عشان انت بتقرا مجلدات ميكي ماوس حلوه. اوكي. ميكي ده جاي من اغنيه اسمها هي ميكي بتاعت واحده اسمها توني بازل. اوكي. توني بازل دي عملت اغنيه اسمها هي ميكي، اسمها هي ميكي. وزمان جدا كنت معدي من جنب حد وقعد يغني لي هي ميكي يور سو فاين يور سو فاين يور بلوم ماي هي ميكي. انت اسمك الحقيقي ايه اصلا؟ محمد. محمد. ده مكتوب تحت. اوكي. طيب. بس يعني ميكي ده اسم ال ميكي ده اسم الشهرة. ما بسبب الست. بسبب البني ادمه دي. اوكي. وانت مبسوط بيه؟ هو من ساعتها يعني لازق فيك. خلاص مش هعمل ايه، ما ينفعش اغيره دلوقتي. وحتى لو اغيره اغيره لايه؟ اوكي. عشان اسم محمد. الاختراع ريحته عظيمه عظيمه، يعني انا مطمنه جدا وانا هدوء. انا عشان كده دوت الاول بقى. اوكي عشان ايه؟ لا انت هتقعد بقى تدوب كل حاجه بقى ولا ايه بقى ولا؟ لا انا بشوف هو بارد ولا سخن بس. لا انا مش هاكله عامه، انا هاكل ده. طيب. احنا شغالين على النار زي ما قلنا، الحاجات دي ممكن تتغير باي حاجه، ممكن نحط فراخ، ممكن نحط سمك. سمك هو عادة طبعا السمك عشان بيبقى رهيف ما ينفعش ستير فراي، بس اللي ينفع الجمبري. الجمبري. الجمبري ينفع ستير فراي. والخضروات بقى 99% زي ما احنا زي ما انت عايز.
يمكن مش خاص لحمه بس يعني فراخ جمبري. جمبري صح كده؟ وكده يبقى الدنيا تمام. اي حاجه في ستير فراي عموما الفكره انها تطبخ بسرعه تبقى سهله، كل ما كانت المكونات اقل كل ما كان احسن. احنا كده خلصنا. اه ممكن بقى احط لك في طبق. طب احنا هنختم ونقعد بقى ناكل لان انا مش هلاحظ نفسي دلوقتي. انت نورتنا النهارده.